انا حدا جناوي حيزاوي، عمري 42 سنة، من جندوبة، عاملة بوزار، وتوا نحيرة رفيع في الخزف التقليدي والفني. انا عاملة بوزار 2003، عرست 2012 براجلي شهاب حيزاوي من عند راهم. عرست لقيت عندهم اتوليي، الاتوليي هذا قديم برشا من وقت الاستعمار، ولقيت اللي هو الحقيقة حبيت برشا نخدم فيه، معناها الاتوليي هذايا اللي هو متاع حموية. من الأول كانت شوية رفض، حتى راجلي ما يحبش معناها، ولأنه فيها الحقيقة لأنه فيها برشا صعوبات، ولقيت شوية صعوبات باش ندخل نخدم فيه. ولكن في وقت ما شديت وأصريت أني ندخل نخدم لأني لقيت روحي فيه، رغم أني مانيش عاملة اختصاص سيراميك، عاملة بانتور، اما كل ما نشوف حاجه نحسها في داخلي، معناها تدغدغني ونحس اللي نجم نعملها ونعملها بسهوله. دونك دخلت ليه لاتولي هذايا عام 2016 عاوني حمويه وعلمني طريقه الخدمه اللي هي طريقه يدويه تقليديه 100%. بديت نخدم بالطريقة متاعو، ولحد الآن أنا محافظة على الطريقة التقليدية اليدوية الخاصة بالجهة، لأنه هذا يعني أنا كيف لوجت حتى في الانترنت وفي الكل، طريقة خاصة جدا في العمل وتتماشى مع المواد الأولية متاع الجهة، متاع الألوان متاع الجهة، الأشكال اللي تخرج من الجهة والطبيعة والجبال وكل شيء خارج نابع منها. الحاجة دي أنا شديت فيها صحيح وطورت فيها وعطيتها قيمة وعطيتها فالور، مش كيف يعني كيف تحكي عليها الكليون بتاعك، أنت تعطيها القيمة بتاعها، وشديت فيها وصلت نخدم بها، ولكن طورت من الخدمة بتاعي وشفت وينه الحاجات اللي تتماشى توا أكثر مع الوقت بتاعنا، معناه تلقى قبال أكثر، وأناه اللي تقنع بها الكليون والكليون يفرح ويشريها وهو مقتنع. في الأول ما كانش عندي كليونات، بكل تقريبا 6 شهور بديت نخدم فيهم وحدي، معناها ما غير ما يعرفني حتى حد. فما رانيا مشرقي ونوجه لها بالتحية والشكر، تعرفني وتعرف اللي ناي نخدم، فبدأت من الأول تجيب لي في الجروب هذوكم أعجبوا برشا بالخدمة وحبوا الخدمة لأني نخدم فيها بمحبة. اللي خليني نوصل سلعتي للناس هو أني نخدم فيها برشا محبة، برشا غرام، برشا روح، لانه القطعه هي راهو تحسها مش صحيح، مش كيما القطعه اللي تخدم بالماكينه كيما اللي تخدمها باليد، تعيش معاها، تتعب معاها، تفرح معاها، خرجت ولا ما خرجتش، نجحت ولا ما نجحتش. فذيك الحقيقه انا لقيت انه الكليونات اللي جو الكل والجروب اللي جو الكل يحسوا بالحاجه هذيك ويفرح برشا كيف يشوفها، يقول لي راهي قطعتك فيها روح، ماهيش قطعه عاديه، تحس قطعتك فيها روح، تعيش معك، حتى كيف نستعملها يرجع لي ويعاود يكلمني وابعث لي، ولا يرجع هو ويعاود يرجع يشري من السلعه نتاعي. الحقيقه وما عنديش مشكله في الترويج بالكل، هذه نقطه. ففما جمعيه شانتي اللي بالمناسبه نوجه لها شكر كبير، وهذه مناسبه معناها مهمه، على خاطر انا تعديت بظروف صعيبه، وفي كل مره نقول باش نوقف يزي سي، ظروف مادية، ظروف صحية صعيبة، الكل. فكل مرة كنت نقول يكفي، كانت أسوسياسيون شانتي يقفوا معايا بدون حتى شروط، بدعم كبير، وهذه نوجه لهم كلها، نوجه لهم بالشكر، لأنه كان دعم كبير، والحالة اللي وصلت لها أنا اليوم هم عندهم فضل كبير فيه. مريت بصعوبات خاصة مع بداية الكورونا. مع بداية الكورونا نحن أنا نسكن تبرقة ونخدم عند راهم، فصار اللي هو التسكيرة بين المدن، ما عادش فما تنقل. ففي الحالة ذي أنا سكرت كومبليتمون، معناها لا عاد لا نخدم لا ننتج لا نتنقل لا شكون يجيك، وبطبيعتها البلاد كلها سكرت الوقت ذاك. أما شنو اللي أكثر، أنه حتى أنا باش نخدم ما عادش نجم نخدم لأني سيي متوقفة. هذه الحاجة الأولى، ومدة كبيرة توقفنا على الإنتاج، توقفنا على البيوع، فكل شيء مشى تقريبا في الصفر لمدة كبيرة، ماديا ضعضعنا برشا. فهذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه الحقيقة صحيا، خاطر الخدمة هذه متعبة برشا، هي خدمة كلها باليدين، عجينتين باليدين، تهريستين باليدين، تخدم القطايع الكل تخدم باليدين. ف
فالطين بارد، طقسنا بارد، ليماي بارد، فالوضعية كلها أثرت عليا صحيا، وهذه كان يمكن من الأسباب الأولى إنه راك مش كيفاش نجمها أنت مرأة وهي تحب رجال ورجال ويا ربيش، فمع مسؤولية عائلة وصغار وكل فذي كلها أثر عليا صحيا برشا. هذا بالخلاف، بخلاف حاجة أخرى إنه المواد الأولية قاعدة تغلى بشكل غير عادي، مواد أولية غالية على الأخر. اليد العاملة لغلا ما نحكوش بالكل، خاصة اليد العاملة الكفأة كل مرة تجيب شكون يخدم، بعد ما تضيع عليه وقت تخسر عليه مواد، تخسر خاطر انت باش تعلم وصنعة يلزمك تخسر مواد باش يتعلم فيها، تخسر وقت، تخسر خلاص. نحن لهنا ما يتعلم لكش بلاش، يلزمك تخلص وخلاص كامل. فهذا هو يعني تخيل انت تعدي قديش وانت تعلم فيه، تخسر مواد وتخسر كل شيء باش تعلمه تخلصه، تخسر وقت، وبعد ما يخدمها يتعلم، يبدا يتعلم يقول لك لا متعبه ما نخدمهاش، خدمه مسخه ما نخدمهاش، لانه هو يتمسخ بالطين. هذه ماهيش كيما باش يبيع في حانوت ولا باش تخدم سامحني فام دو ميناج ولا اللي هو، فمضيفه هذه خدمه باش تمسخ، ويجا تتمسخ ويديها تتمسخ، دونك ما يهربوا يخلوك. فذا كان اشكال كبير، حتى مهما عليت في السوق وعليت بالحق نعلي في الخلاص وبقي شيء، اللي يجي يقول لك حتى تو وليت نحط في شروطي الحقيقة انه راك اذا باش تدخل تخدم معايا نخلصك، اما راك باش تبقى تخدم معايا عامين ولا اللي هو اقل شيء عامين 3 سنين. فمن الاول يقول لك لا، يمشي معاك 3 ايام 4 ويشوف الخدمة ويشوف طبيعة الخدمة يهرب. فذي تحب غراء اللي باش يخدم معاك والباش يوصل معاك، يا اما هو انه هو فنان ومغروم معاك والا راه مش باش يوصل معاك. ففي الحقيقه في الوضعيه هذه كما كنت نحكي لك، لقيت اسوسياسيون شانتي وقفت معايا، عاونتني، دزت معايا، رجعت، لاني في مرتين تقريبا نقول سي ما عادش نضرب حتى ضربه، ولكن في كل مره بدعمهم نرجع نخدم، والحمد لله انا شاده تو كيف كيف رانيا مشرقي، دعم راجلي وصغاري اللي مضحين معايا برشا، والحمد لله ان شاء الله ربي يعطينا القوه.